الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ملوش حل. الله العظيم. ما حسسني انت اسكندريه. ايه؟ بسم الله. استاذ خالد. انت الشكل جرانشر يعني. لا استاذ خالد بسم الله ما شاء الله. طب انت استنى بصور الموز وانا صور كله. ليه في سكريت هنصوره؟ بسم الله ما شاء الله. بس منظر اللهم صل على النبي. طبعا احنا داخلين على الطريق. ايوه. البحرية. لا طبعا الطريق اللي كان مقطوع قبل كده وداخل على عزبة البيك. ايوه عزبة البيك على طريق بيك. ده حوض ايه يا استاذ محمد؟ ده حوض ايه؟ حوض الجزيرة الطمية حاليا. الطمية اللي هو تابع لجمعية صالح حجر. حوض الطمية التابع لجمعية صالح حجر. ايوه ماشي. طبعا احنا نازلين. ايوه ماشيين دلوقتي. طبعا احنا لسه يعتبر في زمام الطمية. ايوه تمام. هيقابلنا دلوقتي جسر الحلقة. أيوة. ده الجسر ده الفاصل بين أيوة. الطمية والجزيرة. تمام حاليا وحاليا. أيوة. ونطلع أيوة. عن الطريق أيوة. اهوت صور اللي بيشربوا معسل. أيوة. صور. أيوة. صور يا باشا. صور. طبعا دخلنا على الطريق الفاصل بين الجزيرة والطمية. والله ما نظر مش حل. الويليام.
بسميه عدونا يا علي عدونا سلام عليك عندنا حوالي من 350 فدان ل 700 فدان في اللي هو موز موزه ايوه ويليام وهندي اكبر حضرتك والبلايكه اللي هو الكبير اللي هو الموز الكبير اللي هو المرتفع دي اللي هو المرتفع ده اللي الاحجام الطويله ده بيوصل ل 4 و 6 متر تمام طب هو بالنسبه يا استاذ محمد الموز مربح كزراعه بالنسبه للمزارع بالنسبه انا شايف يعني معظم المساحات هنا كلها مزروعه موز بالنسبه هنا مربح جدا يعتبر زرعه اساسيه تمام طب حضرتك يمكن يعتبر هنا الموز شغال على طول يعني بس انا سمعت طبعا ان الموز ما بيصرفش له اسمده الا اذا حول الري بالتنقيط والله بالنسبه للموز حضرتك طبعا عشان طبعا بياخد ميه كتير تمام وطبعا قال لك لازم يكون ري حديد وطبعا طبعًا. معظم عندنا هنا في البلد مساحات صغيره تمام يعني تتراوح بالنسبه 90% مساحات صغيره أي. يعني مثلا من جراد لجرادين لحد مثلا يعني المساحات مفتته يعني ما فيش حد عنده مساحه كبيره مفتته الا بسيطه للري الحديد مكلفه يعني تمام فطبعا عندنا في البلد ما فيش ري حديث خالص اي كله ري بالغمر اي تمام من نهر النيل تمام معظمه بيشرب من نهر النيل حوض الطمية وحوض الجزيرة طب نكمل بقى نكمل